المجتمع اليمني مجتمع محافظ يكبل حقوق المرأة، لكن الآنسة أشجان محمد كانت عصية على الانكسار وغير آبهة بكل القيود التي تحيلها من تحقيق أحلامها، حيث تمكنت من افتتاح مشروعها الخاص مكتب تنسيق وخدمات الأفراح والمناسبات. فتحت مكتب واسميته استوديو أشجان للأفراح والمناسبات، ويوجد فيه كادر متخصص بتصوير الأعراس والمناسبات. لدينا مكتب آخر خاص بالكوشات والدي جي. لقيت مضايقات كثيرة، بحيث أنه يعني المجتمع اليمني لا يؤهل أو لا يريد أن مرأة أن تقوم وتصور وتنهض بنفسها، ولكن أنا صديت الكل ونهضت وصورت وفتحت مكتب. في بداية مشوارها العملي اتخذت أشجان منزل والدها مقراً للعمل، ومن ثم التحقت في معهد أكاديمي لتكمل دراسة دبلوم التصوير، ليتسنى لها فتح مكتب خاص لتنسيق خدمات الأفراح والمناسبات. وفي حينها اختارت صفحات التواصل الاجتماعي لتسويق مهاراتها وإمكانياتها. بدايتي للتصوير كان قبل الحرب، اشتغلت بعدة استديوهات، وبعدين فترة الحرب، أيام فترة الحرب كنت أصور المباني المدمرة وكذا، بحيث أنني أعبر عن صورة الحزن من أجل أن أنقل يعني الحزن العابر عن تعز. من ثم يعني بعد في الأيام هذه فتحت محل وسميته باسم أشجان، فتحت صفحة عبر التواصل، فتحت عبر إنستغرام كمان معي صفحة، فتحت يعني مواقع التواصل وحاولت إني أنزل منشورات تعبر عن موهبتي للناس. لقبت المصورة أشجان بمصورة الحرب والسلم، حيث وثقت في أحلك ظروف مدينة تعز معاناة أبنائها من نزوح وحصار ودمار، وعادت في السلم لإبراز جمال ورونق هذه المدينة. الآنسة أشجان، والتي لم تعل جهدا في تطوير مهاراتها لتصبح بذلك اسما لامعا يزين أفراح أهالي هذه المدينة بجمال ذوقها واحترافية عدستها في توثيق أعظم أيام عمرهم التي لا تتكرر. هبة جميل لقناة اليوم اليمن تعز.